بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العقيد صوصع النعماني ضابط شرطة مصر. أدى واجبه والدولة شالته فوق دماغها بدءا من زيارة الوزير ليا بعد الإصابة بحوالي ساعتين، مرورا بسفر للخارج وعودتي. والله الدولة لها فضل كبير قوي قوي عليا يعني، وهي دي مصر أولا وأخيرا، هي دي مصر طول عمرها حنينة على أولادها، واللي يعمل واجبه فيها بيشيل فوق دماغها، هي دي مصر. والحمد لله والشكر لله ان انا معاكم وفي وسطكم وبتكلم، وامنيتي ان انا صوتي يوصل لسيادة رئيس الجمهورية وسيادة وزير الدفاع وسيادة وزير الداخلية، ان هما يسمحوا لي ويوافقوا على السماح ليا ان انا اتعايش لمدة ان هم يشوفوها مع اخواتي رجال الجيش ورجال الشرطة اللي موجودين على خط النار في سيناء، لان انا بعتبر الايام دي ان هناك حرب فعلا فعلا حرب هناك. فانا يشرفني ان انا اروح اقول لهم شكرا يا رجالة، انسوا الزرع الحديدي الفولاذي اللي بيقي مصر من شرور الشرق والشمال الشرقي من حدودها. ربنا يخليكم لينا يا رجالة، انسوا لولاكم كان زماننا بقينا سوريا او العراق او ليبيا او اللي احنا بنشوفه ده. وانسوا يعني ليكوا افضال كثيرة قوي في رقبتنا، فأقل حاجة إن احنا نقول لكم شكرا، ويا ريت كل حد في الدولة يوصل صوته للرجالة اللي واقفة، مش مستنيين كلمة شكرا ولا مستنيين تكريم أو أي حاجة، هما بيعملوا واجبهم، بس احنا لازم نقول لهم شكرا، لأن الناس دي لولاهم كان ربنا يكون أعلم مصر كانت رايحة فين. شكرا.